15 سيرتو، رح نبدأ من محل ما وصلنا آخر مرة. أوكي، وصلنا عند الإندوتوكسين. كلكم شايفين السلايد تبعت الإندوتوكسين؟ بس حدا يبعث لي يقول لي آه أو لا. أوكي، ممتاز. هذيك المرة حكينا لساتنا في الشابتر تبع الباثوجينيسيس، وحكينا إنه في نوعين من التوكسينز، الإكزوتوكسينز، وحكينا عن كل المواصفات تبعتها، وهلأ بدنا نحكي عن الإندوتوكسين. جويل ما حطيتها لسه اليوم، خلصنا الإيديتينج تبعها، اليوم بحطها بعد هاي المحاضرة، وبحط بعديها المحاضرة هاي. الإندوتوكسينز تذكروا كمان مرة، هدولي بيجوا من الجرام نيجاتيف بكتيريا، وهم جزء من التركيب تبعها. وكل آياتكم تعرفوا إنه اللايبوبوليساكرايت الليبيد أي هو الجزء التوكسيك في الإندوتوكسينز. طبعاً LPS is called endotoxin because it's part of the bacterial cell. Some من اللايبوبوليساكرايتس بيصيرها ريليز لما هاي البكتيريا الجرام نيجاتيف عملها بتعمل ريبليكيشن، بس الأكثر والأغلب إنه اللارج أماونتس تبعت اللايبوبوليساكرايت لما البكتيريا بصيرها لايسينج، يعني وهي عمالها بتموت. ليش ما فيش صوت؟ أيان بعرفش إيش لازم الميكروفون، يمكن شوفوا هيك هيك منيح. أيان اللي عندهم صوت بيقدروا يعملوا يقولوا لزملائهم كيف يعملوا. إيهاب سمعني؟ علا سامرة؟ هاي محمد بقول في صوت ممتاز. أيان شوفي إيش كتبت، أيان وريان شوفوا إيش كتبت جويل. أوكي رح أكمل معناته. إذن كمان مرة، إمتى بيطلعوا هدول اللايبوبوليساكرايتس من البكتيريا؟ ما هي جزء من التركيبة تبعتهم. إذن كيف رح يعملوا السم وهم embedded بقلب الأوتر ممبرين؟ في حالتين، وهي البكتيريا عمالها بتعمل ريبليكيشن، ممكن يهرب كم من واحد. والحل والإشي الثاني الأكثر بصير، اللي هو إنه البكتيريا وهي عم تعمل لايسز، يعني عمالها بتموت، سواء عماله بصير عليها إشي من جهاز المناعة، أو في reasons إنها بتخليها تعمل lysis، بيطلع اللايبوبوليساكرايتس. عادة هدول اللايبوبوليساكرايتس الليبيدز heat stable، مش كتير توكسين توكسيك زي ما الإكزوتوكسينز، بمعنى إنه الإكزوتوكسينز كانوا في النانوغرامز، اللايبوبوليساكرايتس الليبيد A بده يكون في تركيز أكتر عشان يعمل التوكسيسيتي. وكمان الجسم ما بتعرف بسهولة على هدول الليبيد، فعشان هيك هدول ويكلي إميونوجينيك، بمعنى مش رح يطلع لنا أجسام مضادة ضدهم، وعشان هيك ما بنقدرش نعملهم فاكسين. بغض النظر من أي بكتيريا جايين هدول الإندوتوكسينز اللايبوبوليساكرايتس، كلياتهم بيشتغلوا بنفس الآلية، بيعمل إنفلاميشن، وهذا الإنفلاميشن بيعمل كتير، والرياكشن مع الإميون سيستم بيعمل كتير أشياء في الجسم، كلياتها على السيستم، على كل الأشياء، مش على جهاز معين أو على أورجان معين. It is readily detected by phagocytes and have a specific cell surface receptor اللي هو toll-like that detect lipopolysaccharides. هي لما البكتيريا، لما الجسم بيعرف البكتيريا بطريقة non-specific، بيعرف إنه بس في جسم غريب. وهذا الحكي رح يعمل recruitment of phagocytes للinfection site, activation of phagocytes. This will increase their phagocytic activity وkilling activity لهدول البكتيريا. وبعدين زي ما حكينا في الأنتيجين، بعرفش ليش صوتي بروح ويجي، مش مشكلة، انتوا حاولوا تسمعوا هون قد ما بتقدروا، ونحن رح نحطه بالمونتاج من بتسمعوا بتشوفوا السلايد وبتسمعوا ايش اللي بقوله. يمكن في ضغط على الشبكات، ما بعرف، او حسب النت اللي عندكم.
بس ما تحكروهم على القليل ضلكم وشوفوا السلايد بتكونوا ألفينهم قبل ما نحطهم على المودل وتقدروا تدرسوهم. Okay, during combating the infection pathogen, some phagocytes may get lysed. ولما بصير عليهم lysis كمان البكتيريا بتطلع. This will cause release of lysosomal enzymes, which contribute to tissue damage at infection site. Activated phagocytes release cytokines, وهذا من أهم الأشياء اللي بتصير. ففي الكيس of infection with gram-negative bacteria, massive production of cytokines by the large number of phagocytes found in the bloodstream can lead to toxic shock. وهذه كان مرة حكينا إيش هي التوكسيك شوك. Okay. الكل فاهمهم. وبهيك خلصنا في أفكار معينة في كيف الباثوجينيسيس عمالها بتصير. إيش يعني إيش أستنى قبل ما تضبطوا الصوت؟ الكونفرنس بسكر أظن بعد 40 دقيقة إلا إذا أعطوني بونس وبديش أضيع وقت على هيك. يعني هذيك المرة كنا كتير بطيئين عشان تجربة، هلأ بدي أسرع شوي. أيان كيف الوضع عندك؟ أوكي، هذا تشابتر 5 أتخيل. حكينا إنه كيف هدول الباثوجينز عملوا الاتاشمنت الانفيجن والباثوجينيسيس عملوا المرض. ما حكيناش كثير عن انزيمز موجودين بس ان حكينا ذكرنا اكزامبلز، ولما يكون في شيء كثير مهم رح نحكيه لما بنحكي عن البكتيريال ديزيز. طبعا هلا الهوست هذا مش لازم يضل محصور الباثوجين هذا مش رح يضل محصور بهذا الهوست، لازم يروح ينتقل لمحل ثاني، فلازم يلاقي طريقه يخرج فيها من الجسم. Infecting microbes must find a way to exit their host to find a new host. Exiting an infected host by pathogen can be بطريقتين: passive process أو active process. Passive يعني الجسم رح يخرجه مع العمليات الحيوية تبعته والأشياء العادية اللي بتصير في الجسم. الactive process يعني الباثوجين بيعرف وين البورتال exit وبروح على محل معين عشان يطلع منه. في الpassive process بيصير في excretion للباثوجين في الفيسس، في اليورين، في الدروبلتس لما الواحد بعطس، في البلاد، في السيمن، فاجينال سيكريشن، سلايفا، ديسكويميتد سيلز، السيلز اللي عملها بتتغير في الابيثيليال. فيريميا معناها انه هدول الفيروسات انتشروا في الدم او البكتيريميا انتشرت في الدم. وساعتها مثلا الانسكتس لما بيجوا بيقرصونا وبتغذوا على الدم بيعملوا ساكينج لهدول الباثوجين بنقلوهم لمحل تاني، بمعنى انه حدا نقلهم مش هم اختاروا طريقه النقل. في الاكتيف بروسيس الموفمنت تبعت الباثوجين للبورتال اوف انتري، الاكزامبل اللي هم الانورمز، هدول بيروحوا على الانال اوبننج ات نايت، بحطوا البيت تبعهم زي ببيضوهم هناك لي ايجز على البيري انال ريجن، وبعدين بيرجعوا بدخلوا على الانس لللارج انتستين. فهيك بهاي الطريقه بيكونوا حطوا البيضات، البيضات رح يروحوا يعملوا كونتامينيشن لمحلات ثانيه ويروحوا يعملوا انفكشن في الجسم، وهدول الدودات البينورز بضلهم في هذا الهوست موجودين. الكل فاهم لهون؟ أعطوني إشارة إنكم سامعيني وفاهمين. أوكي. في إشي ما حكيناه كمان في الباثوجينيسيس اللي هو الكارير والليتنت ستيتس. هذا إله دخل بإيش بده يصير في هذا الهوست اللي إجاله هاي الانفكشن. يا إما الواحد إجت له هاي الانفكشن وعملت الديزيز وبعدين طاب، وهذا منقول عنه complete recovery. Okay, disappearance of symptoms and complete eradication of infecting pathogen. سواء عملنا treatment أو ما عملنا treatment. الإشي الثاني اللي ممكن يصير الدث تبع البيشنت، بمعنى هذه الانفكشن كانت كتير صعبة وكتير consequences لإلها صارت وساء وضع المريض ومات. يعني الإميون سيستم والتريتمنت failed in eradicating an infectious pathogen that caused the disease. في ناس تانيين رح يصير في عندهم chronicity، بمعنى في عندنا chronic carrier state، البيشنت continues to have the pathogen في
his or her body وينفكت other people's بطريقة continuous. Okay, so طول الوقت رح يضل يعمل contamination ويعدي الناس التانيين. بس في الكرونيك ستيت في اشياء لازم ننتبه لهم، انه مش دائما المريض اللي عنده هذا الباثوجين هو كرونيك كارير بده يبين عليه المرض. مرات بيكون اسيمبتوماتيك كارير، بمعنى انه البيشنت شوز نو اوبفيوس كلينيكال سيمبتومز اند لوك هيلثي، او انه سب كلينيكال، بمعنى انه البيشنت ما شوز سب كلينيكال سيمبتومز، بيكون كثير خفيفين او مش كفاية لتشخيص المرض أو إنه ليحس إنه هو ما له إشي، بس بيكون متوعي في علامات معينة. أوكي؟ سو يا إما كرونيك كارير ومريض ومنشوف عليه أعراض، يا إما أسيمتوماتيك كارير، يا إما سب كلينيكال، بمعنى الأعراض مش كفاية مش واضحين أو خفيفين كتير. والليتنت، الليتنت هذا السيتويشن بيكون في المرض بيختي في فترات، ومرات في فترات بيظهر فيه بشكل الأكيوت، لأنه بروح بتخبوا هدول الباثوجينز. والإكزامبل الأكثر إشي بنحكي اللي هو الهيربس فيروسز، بيعملوا سور ثروت، الحبة تقبيلة السخونة أو حماوة الفم تطلع على الشفايف، هاي بتكون الأكيوت ريبليكيشن تبعت الفيروس، مبين هدول الفيسيكلز، وبعدين بيختفي بروح بتخبى في الجسم، ما بيكون الواحد معدي وما بنقدر ندور نلاقي الفيروس بقلب الجسم، بيكون متخبي في محلات في الأعصاب. اوكي، بعدين برجع بفيق او بصير له ري اكتيفيشن من الليتنسي تبعته، وكمان مره بصير في acute phase. اوكي، اذا من time to time the immune system may become temporarily weak، هذا الweakening بده يسمح الactivation تبع the latent pathogen. مرات تطلع الاعراض باغلب المرات، مرات ممكن ما تطلع الاعراض بس على القليله، في examples ثانيه على الهربس فيروسز هيك، بس على القليله انه راح اي حدا راح يكون in contact مع هذا ال patient اللي عنده latency وصار في reactivation بهاي اللحظه راح ينقله لحدا ثاني فبيكون contagious. بس اذا ما كان بمعنى تاني، إذا ما كان الفيروس بالأكتيف ستيت تبعته أو حتى الباثوجين، لأنه في بكتيريا كمان تعمل هيك، أو بمعنى تاني كان في latent state، ما بيقدر يعمل contamination أو يعمل كيف نقولها transmission لهذا الباثوجين. أوكي، sometimes the microbial infection can be asymptomatic and the infected person may become chronically infected or develop latent states. هذا هو التعليق تبع chronic carrier state و latent state. أجوال احكي، اكتبي لي ايش السؤال. contagious يعني بعدي معدي. جوال بستنى سؤالك، إذا لسه متوضي بنقول على إشي تاني. لا، الكرونيك بعدي طبعا، طول ما الواحد عنده الانفكشن بعدي، الكرونيك بعدي، الليتانت إذا ما كان اكتيفيتد. أوكي، إذا ما كان اكتيف ما بعدي، إذا هو اكتيف وهلأ عماله بيعمل ريبليكيشن هذا الفيروس أو هاي البكتيريا بتعدي. اوكي، فهمتيهم جوال؟ نعم. اوكي، الشيء الثاني اللي بدنا نحكيه اللي هم التايبس اوف كارير. حسب الستيج تبعت الديزيز، في الانكوباتوري كارير، بمعنى انه هذا البيشنت هلا ما بين عليه ولا أعراض ومش مريض، بس الباثوجين عنده وعماله بيعمل incubation period اللي هي period قبل الأعراض، تتذكروهم هدول حكيناهم. ممكن يكون active carrier. شو يعني active carrier؟ يعني هلأ حامل هذا الباثوجين وactive هذا الباثوجين، بمعنى إنه طلعين كل ال obvious symptoms اللي موجودين في هذا البيشنت وبيكون معدي. مرات كتير كمان بنكون في incubation period معديين. الconvalescent carrier بمعنى إنه هذا الشخص
في فترة النقاهة، في فترة إنه يطيب. The person is recovering. However, لساته هو كمان contagious. وفي الكرونيك كارير زي ما حكينا قبل، الكرونيك كارير اللي هم على طول عندهم هذا الباثوجين، وعلى طول عندهم في معظم الحالات أعراض بسيطة أو أعراض مش كتير واضحة، بس ممكن كمان ما يكون عندهم أعراض ويكون على طول عندهم هذا الباثوجين وعلى طول عمالهم بعده. وكمان لما تاخذوا الببليك هيلث رح تدرسوا هدول اكثر، انه كيف بنتقلوا هدول الفيروسات وقديش مدى انتقالهم. بنقدر نصنفهم بالشكل التالي: infection outbreak هو the spread of infection at the level of institution أو neighborhood. يعني مثلا ناخذ الصف، اذا واحد اجى مريض في الصف وعدى كل الصف وعدينا الجامعه، هذا بنقول عنه outbreak، انه كل الحالات اللي عم تروح عند الدكتور كلياتها طلاب في الجامعه او اساتذه في الجامعه. الابيديميك يعني spread of infection at level of city or country، وهذا اللي صار ولما بدأ الفيروس الكورونا في الصين. كان إبيديميك في الصين، انتشر في منطقة معينة في الصين، بعدين في منطقة الصين كلها. الباندميك يعني spread of infection at international level، وهذا اللي أعلنوه قبل كم من يوم، إنه الكورونا انتشر في معظم الكونتريز في العالم. الانديميك معناته مستوطن، يعني persistent infection at particular region أو among particular population، زي مثلا الحمى الصفراء أو الملاريا، هذول موجودين دائما دائما في مناطق اللي قريبين عند خط الاستواء. مفهومة هاي الأشياء؟ الكل سامعني وفاهم؟ أيان روحي على المودل بتلاقي الرابط، مش عندي هنا، هو نفس الرابط اللي دخلنا عليه هذيك المرة. أوكي. بالتلخيص للبارت تبع الباثوجينيسيس قبل ما ننتقل للبكتيريال ديزيز، البكتيريال ديزيز يا إما عمالها بتصير mediated by infecting pathogen، يعني الباثوجين نفسه هو اللي عماله بيعمل هاي المشاكل لأنه عنده enzymes أو toxins أو عماله بيخرب أشياء في الجسم. Okay, so destruction of host cells and connective tissues by bacterial toxins أو malfunctioning تبعت الhost cell، أو إنه الباثوجين مش هو اللي عماله بيعمل المشكلة، هو عماله بيعمل ريبليكيشن، بس الإميون سيستم لما شاف هذا الباثوجين عمل رياكشن، وهذا الرياكشن هو اللي عماله بيعمل الأعراض والسيمتومز اللي بنشوفها، بيعمل إنفلاميشن، توكسيك شوك، إندكشن للأوتو إميون ديزيز، كانسر مرات بيصير لأنه في كرونيك إنفكشن. رند بعرفش إيش أعمل، حاولوا تساعدوها، الكل شايف إيش كتبت. أوكي، مفهوم اللي حكيته لحد هلأ قبل ما أنتقل للبكتيريال ديزيز. بنكون هلأ ضلينا البكتيريال ديزيز، الفيروسز، الفنجس والبروتوزوا. مس قبل التنقل الشيء سمحت عيدي أول لأنه دخلت متأخر الإندوتوكسين. براءة اقرأيهم أنتي، وإذا في سؤال اسأليني على المودل أو على الماسنجر. أوكي، بدنا نمشي في المحاضرة ونخلص. سهلين كتير الإندوتوكسين، هم تذكروا ليبيد A وكلياتهم رح يشتغلوا بنفس الطريقة ويعملوا توكسيك شوك أو سيبتيك شوك. أوكي. الشابتر اللي بعده رح نبدأ بالأمراض، ورح نحكي عن أمراض البكتيريا، ورح نقسمهم حسب الجرام رياكشن وحسب المورفولوجي تبعهم. بمعنى إنه رح نبدأ بالأول بالجرام بوزيتيف كوكساي، بعدين بالجرام بوزيتيف باسيلاي الكروية، بعدين العصوية، هدول الجرام بوزيتيف، بعدين رح ننتقل لجرام نيجاتيف كوكساي وجرام نيجاتيف باسيلاي، ونحكي عن كمان
البكتيريا اللي بليومورفيك او البكتيريا اللي عندها سبيشال سيل وول ستراكشر زي المايكوبكتيريا اكسترا اللي بدخلوش بضمن هدول التصانيف، ونحط هايلايت على اشياء مهمه. وفي جزء منه رح نحكي عن الامراض البكتيريه رح تيجي من الحيوانات اللي نقول عنهم زونوتيك انفكشنز. اوكي الجرام بوزيتيف كوكساي، فاهمين انتو كتير منيح انه هدول الرياكشن تبعهم جرام بوزيتيف. شو يعني جرام بوزيتيف؟ لونهم تحت الميكروسكوب بعد ما عملنا الجرام رياكشن ازرق على بنفسجي، وكوكساي يعني كرويات. هدول في لهم ارينجمنت كتير مميزين، يا اما بيكونوا على شكل ستريبتوكوكساي تشينز زي عقد اللولو، او ستافيلوكوكساي شكلهم كلاستر جريب لايك زي العنب زي عنقود العنب. هدول المهمين بالنسبة لإلنا ميديكالي تنين، الستافيلوكوكساي والستريبتوكوكساي. أوكي هدول أهم تنتين. الستافيلوكوكساي هدول كواجوليز بوزيتيف أو كواجوليز نيجاتيف، بمعنى إنه عندهم إنزيم بيعمل كواجوليشن كلوتينج للبلازما. الستريبتوكوكساي بميزهم بين بعض عن طريق قدرتهم يعملوا هيموليسيز. اوكي يعني ايش الهيموليزينز اللي عندهم؟ تذكروا الهيموليزينز نوع من انواع الانزيمز الاكزوتوكسينز اللي بتحلل الخلايا تبعت الجسم. بين الستافيلوكوكساي والستريبتوكوكساي بدنا نميز بينهم. تحت الميكروسكوب شفتوا إشي ازرق وكروي، كيفكم تعرفوا انهم هدول ولا هدول؟ بدنا نعمل كاتاليز رياكشن. كاتاليز رياكشن هيو معناته انه باجي بحط باخذ الكولوني وبحط H2O2. اذا عندها هاي البكتيريا الكاتاليز انزيم تقدر تحول H2O2 ل H2O O2. مين اللي عندها الكاتاليز؟ اطلعوا على هنا، اللي عندها الكاتاليز اللي هي الكاتاليز بوزيتيف اللي هي الستاف، اللي ما عندها الكاتاليز هي الستريبتوكوكسايد. فاذا بقدر اميز اعرف مين المجموعه اللي عندي اذا عملت الكاتاليز تيست. اذا طلعت بابلز يعني طلعت الغاز اللي هو الاوتو معناتها هاي ستافيلوكوكس. اوكي هيها اذا ما في بابلز معناته هي ستريبتوكوكس، وبناء عليها بعدين بمشي بالتحقيق تبعي مين البكتيريا المسببه للمرض، بس على القليله بعرف من اولها اذا هي جرام بوزيتيف كوكساي يا ستاف اذا هي كاتاليز بوزيتيف او ستريبتوكوكساي اذا هي كاتاليز نيجاتيف. اوكي ولا مره تعملوا هذا التيست وهي البكتيريا على الاجار اللي هو بلود اجار، لانه الار بي سيز حتى لحالهم بدون ما يكون عليهم بكتيريا راح يعملوا لي كاتاليز بوزيتيف وبيجي التيست غلط. هذا المفروض نشوفه كمان في المختبر. اوكي نبدا بالستافيلوكوكساي. حكينا spherical gram positive cocci arranged grape like clusters catalase positive ما عندهم motility، بمعنى ما عندهم مش ال organ العضو الأساسي تبع motility الفلاجيلا. Facultative anaerobic bacteria معناته بتقدر تعيش بعدم وجود الأكسجين، بس إذا موجود الأكسجين أحسنها تكون موجودة تعمل replication. وفي ثلاثة مهمين بالنسبة لإلنا من الستافيلوكوكساي ودائما لازم نطلع عليهم. الستافيلوكوكس أورياس العنقودية الذهبية، ستافيلوكوكس إبيديرميداس هاي قلنا نورمال فلورا ومايكروبيوتا على الجلد وكتير محلات في الجسم. ستافيلوكوكس سابروفيتيكس هاي بتكون مرات تعمل التهابات بولية. مهم كتير لما بيجيني عينة أميز بين الستافيلوكوكس أورياس أو هدول التنتين. ليش؟ لأنه أكتر واحدة بتعملنا مشكلة اللي هي الستافيلوكوكس أورياس، مع أنه في بعض الناس حاملينها كميكروبيوتا، تقريباً 30% من الناس موجودين في النارس النيزل نارس تبعتهم، بس وجودها في محل تاني إذا دخلت مثلاً على الرئات، دخلت على الدم، وصلت ل المنينجس تعمل التهابات اكسترا. وهلا رح نحكي عنهم هدول كلياتهم.
كيف بدي أميز بين ستاف أورياس والإبيدرميدس والسابروفيتيكاس؟ بميز عليها عن طريق الكواجوليز إنزيم. شو هو الكواجوليز إنزيم؟ Induce coagulation of plasma by activating prothrombin من الثرومبين, وثرومبين enters catalyzes the activation للفيبرونوجين من الفيبرين, وهذا بيعمل الكلوت, الكلوت اللي هي زي الجلطة الصغيرة. الكواجوليز بوزيتيف هم الستافلوكوكس اورياس, الكواجوليز نيجاتيف هم الابيدرميدس والسابروفيتيكس, بمعنى ما عندهم الكواجوليز انزيم. وهذا مهم عشان انا اعرف ايش السبب اللي عامل المشكله في العينه اللي بتجي لي للمختبر. اوكي اعطوني اشاره انه انتم متابعين معي. سامعيني؟ أوكي. في حدا عنده سؤال مش فاهم؟ نبدأ بالستافلوكوكس أوريوس, وتذكروا هاي كتير مهمة. شايفين 30-50% من الناس هاربر ستافلوكوكس أوريوس in their anterior nares في المناخير, وممكن تكون موجودة في الفاجينا. تقريبا 5% من النساء عندهم هاي البكتيريا, وهلأ رح نحكي إيش المشكلة اللي بتكون موجودة لما تكون في هاي بهاي المكان. من الأنتيريور نارس ستافيلوكوكس أوريوس may spread to the skin and throat, وإذا راحت على throat ممكن تعملنا التهابات, ومن هناك أسهل كمان توصل لمحلات تانية للجسم. ستافيلوكوكس أوريوس may be found almost everywhere, كل محل حوالينا, في tables, beds, clothes, كل إشي. Hand contact important mode of transmission, الإيدين. شايفين كيف أهمية التغسيل الإيدين؟ نقطع الطريق على هدول الباثوجينز انهم ينتقلوا من واحد للثاني, حتى لو نحن حاملينهم اذا بنضلنا نغسل ايدينا بيكون احسن. عندهم فيروس فاكتور, ليش بيقدروا يعملوا امراض وليش هدول ستافلوكوكس اورياس خطيرين؟ في فيرولنس فاكتورز, هم الفيروس فاكتورز. طبعا هاي جرام بوزيتيف بكتيريا عندها تايكويك اسيد, مهمه في الاتاتشمنت, ومرات مهمه في الباثوجينيسيس في السيبتيك شوك. عندها كولاجين بايندينج بروتين, هذا مهم كتير لتعمل اتاتشمنت على الكولاجين, وعشان هيك بفسر انه ليش هاي البكتيريا مهمه كتير لما يكون في عندنا جروح, كيف تعمل التهابات في الجروح وتعمل انفكشنز وبتدخل من هناك للجسم. الاكزوتوكسينز, الاكزوتوكسينز عندها كونكتيف تيشو ديجريدنج انزيم زي البروتييزز والالاستيسز والكولاجينيز واللايبيز والهيدرولينيز, هدول كلهم بيقطعوا بين الخلايا عشان يقدروا يعملوا انفيجن ويروحوا لمحلات ثانيه. بور فورمينج توكسينز حكيناهم, هدول اللي بيعملوا ديستابيلايزيشن للممبرين اللي هم اللوكوسيدينز, بيخربوا اللوكوسايت الوايت بلود سيل. التوكسيك شوك سيندروم توكسيك توكسين اللي هو TSST اللي هو سوبر انتيجين, هذا شفناه في التوكسينز, بيعمل نون سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيلز, وكونسيكوينتلي ليدز للبرودكشن اوف ماسيف اماونت اوف سايتوكينز, وهذا اللي بخلينا نمرض هيك. كمان 10 دقائق رح يخلص الميتنج, فعشان هيك اذا طلعنا بدنا نرجع ندخل كمان مره. اوكي ما تروح وما ما تخلصت المحاضرة بتكون. الإكسفولياتيف توكسين, إكسفولياتيف تعرفوا هذا معناته بيأشر الجلد, إله دخل في الإنفكشنز اللي بيكون عليها السيمتوم سكيلت سكين سيندروم. وفي الإنتيروتوكسين بي, يعني هاي البكتيريا إذا موجودة على الأكل بتطلع هذا الإنتيروتوكسين. تذكروا إنتيروتوكسين معناها توكسين بيشتغل على الأمعاء. هذا هيت ستيبل, قد ما نكون طبخين ومسخنين الأكل بيعملنا food poisoning, والواحد بيموت لأنه ممكن يكون كتير إسهال ومراجعة وينشف الواحد, يصير في عنده toxic shock, وغير toxic shock dehydration. أوكي. الستافلوكوكس infection نقدر نقسمهم لطريقتين, يا إما local skin infections يا إما systemic. local يعني بس بالمحل اللي هم وصلوا لإله, وsystemic يعني راحوا وانتشروا لمحلات تانية. local skin infection, local inflammation إيش الكاركترستيكس تبعته؟ tissue destruction
وباس فورميشن يعني بدها تعمل مد وقيح، وبعدين اكيوميليشن زي فوليكولايتس بول ووند انفكشن يعني بتعمل التهابات في الجروح، بتعمل دمامل، بتعمل التهابات في بصيلات الشعر اكسترا. When these infections become massive إذا صاروا كتير، pus معناها قيح، مدة، دمل، مش دمل، عمل، الإشي الأصفر اللي بيطلع من المحلات الملتهبة. لما هدول الانفكشنز بيصيروا ماسيف يعني بينتشروا في الجسم، بيعملوا ابسيسز اللي هم الدمامل. في نوعين الدمامل، دمل براس ودمل بأكتر من راس، اسمهم فرنكلز وكاربونكلز. can be associated with high fever وممكن تعمل حرارة. وهدول الانفكشنز اللي بيعملوا حرارة بنقول عنهم pyogenic inflammation. اوكي، يعني حفزت الجسم يعمل حرارة لما دخلت عليه. السيستميك انفكشنز رح تعمل اشياء اكثر بكثير من هيك، مش رح تكون محدوده. تعمل ميجر ابسيسز موجودين في محلات كثيره في الجسم زي الستافلوكوكس اوريوس، بتروح على البلود ستريم يعني بتروح على الدم، وبتعمل سبتيسيميا. تذكروا ايش يعني سبتيسيميا؟ بكتيريميا انتشرت في الدم. وممكن تعمل هلا لما وصلت هناك سيبتيك شوك بعده طرق، وبتروح وبتنتشر في محلات تيشو أورغانز مختلفين في الجسم، وبتعمل internal infections يعني دمامل بيصيروا في مختلف المواقع اللي وصلت لهم. endocarditis التهاب في عضلة القلب، osteomyelitis في العظم، meningitis في البرين، pneumonia في الرئات etc. Okay. لما هاي البكتيريا وصلت للدم كمان بتقدر تعمل septic shock. كيف تعمل السيبتيك شوك؟ يا إما عن طريق التايكويك أسيد اللي هو جزء من التركيب تبعها، أو إنه بدها تعمل السيبتيك شوك عن طريق توكسين اسمه TSST توكسيك شوك توكسين، وهذا بيشتغل كأنه سوبر أنتيجين، وشوفنا إيش بيعملوا السوبر أنتيجينز. أوكي؟ مفهوم لهون؟ طلعوا هاي الاكزامبل على minor skin infections، التهابات بسيطة محلية زي الفولسايتس التهاب البصيلات الشعر أو البول دمن صغير، وميجر بايوجينيك معناتها يعني بتطلع أبسس مدة وعمل، وهدول اللي بيكونوا كبار. الفرينكل في عنده رأس واحد، الكاربونكل طلعوا أكتر من محل بتكون كتير ضخمة. نرجع لما بتعمل systemic infection وبتعمل toxic shock، إيش بده يصير في هدولي التوكسيك شوكس؟ أول إشي بيصير في كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة، هدولي الباثوجين اللي بيعملوا هيك high fever وتاكيكارديا، وبعدين شوي شوي بيصير decrease في body temperature, disseminated intravascular thrombosis جلطات, bleeding, sudden stroke في blood pressure، وهذا من أخطر الأشياء اللي رح تصير لأنه معناته ما فيش دم كفاية بوصل للأورغانز، circulatory collapse, multiple organ failure, كوما وكارديك أليست وديث، وهدول الناس إذا ما لحقناهم بسرعة بيموتوا. شو يعني ميجر هدول خطورتها؟ إنه كل ما كان ميجر أول شيء طلعوا الشكل والألم اللي بيعمله، بعدين إذا ما عالجناها ونظفناه رح ينتقل لمحلات تانية ويعمل التهابات. طلعوا السلايد اللي قبليها، طلعوا التهاب عضلة القلب، التهاب في العضلات، meningitis etc. وهدول كلياتهم أمراض خطيرة. إيمان؟ إيمان مفهوم؟ شو كمان بتعمل الستافلوكوكس أوريوس؟ كمان بتعمل التهابات غير صديدية، يعني ما بيطلع منها مدة. شفتوا هدول كيف بيطلع منها قيح أصفر؟ في مرات بتعمل أشياء بدون ما يكون في مدة. مين هدول الانفكشنز اللي هيك؟ السيليولايتس والإمبتيجو. طلع الإمبتيجو ممكن يكون هيك على التم زي حبات ناشفة بتأشر، أو ممكن تكون محل الحفاضة في الأولاد الصغار أو بين الإجرين etc. والسيليولايتس طلعوا عملت التهاب بالخلايا بس ما في مدة فيهم هدول كلهم. ممكن كمان إذا عندها توكسين هاي الستافلوكوكس أوريوس، وينو التوكسين اسمه إكسفولياتيف توكسين، طلعوا هذا الولد كيف جلده مأشر ومبين أحمر. هذا بيصير إذا الستافلوكوكس إجت على الجلد وعندها هذا التوكسين، مش أي ستافلوكوكس أوريوس. كل سترين، كل سلالة من هدول الستافلوكوكس أوريوس
حسب ايش عندها فايرلنس فاكتور، حسب ايش عندها انزيمز، حسب ايش عندها توكسينز، تعمل امراض مختلفه. فممكن تعمل شيء اسمه سكيلد سكين سيندروم، هذا اكثر شيء بيصير في الاولاد الصغار. سترينز من السافلوكوكس اوريوس برودوس ابيديرمولايتيك توكسين، يعني توكسينز بتحلل الجلد وبتشتغل كأنها exfoliative toxins بتأشر. هدول proteases that specifically cleave dysmoglein or superficial layers of the skin، بتقيم الطبقة الأكثر إشي وحدة بتكون على الخارج في الجلد، وعشان هيك بيبين الواحد عنده جلد أحمر. الريزلت لهذا الإشي بيصير في الواحد عنده scaled skin syndrome أو ريتر syndrome، اسم تاني لهيك. فيفر تكون لارج ارياز اوف سكين سلفت، يعني مقشوره مقيومه، ولانه بطلت هاي الطبقه الموجوده للحمايه بصير في سيكندري سكين انفكشن والكترولايت امبالانس كان اوكير، بصير التبخر والاملاح بتخير التركيز تبعها، وممكن الواحد يصير عنده مشكله بتغير الفسيولوجي. مفهومه هاي؟ أعطوني إشارة إنها مفهومة. أوكي. قبل ما يقطع الكونكشن تبعتنا بدي أخلص الفود بويزنينج ونرجع ندخل على اللي بعده. الفود بويزنينج ستاف أورياس بيكون عندها هيت ستيبل وأسيد ستيبل كمان، ما بتحطم في المعدة، إكزوتوكسين اسمه إنتيروتوكسين بي، معناته الواحد أكل أكل ملوث بالستافلوكوكس أورياس، عملت عليه ريبليكيشن، لما عملت الريبليكيشن عملت التوكسين اللي هو الانتيروتوكسين بي، ونحن جينا أكلنا من هذا الأكل اللي عليه التوكسين، فصار في عنا food intoxication أو food poisoning، بيعمل vomiting وبيعمل watery diarrhea، بيعمل شيء إسهال ومراجعة. الانتيروتوكسين بي super antigen، كمان رح يطلع لنا cytokines وهدول رح يعملوا لنا stimulation للintestinal nervous system، بدوره بيعمل stimulation للvomiting center في البرين، وواحد بيراجع كتير بطيب، بس المشكلة إنه إذا كتير فقد سوائل وأملاح وصار في dehydration هاي اللي بتموته. حدا بده يسأل إشي قبل ما يقطع هذا الconnection؟ اوكي اظن رح يقطع هلا، رح اكمل واذا قطع بنرجع ندخل. اوكي مين ضللنا في الستافلوكوكس؟ الإبيديرميدس والستافلوكوكس سابروفيتيكس، هدول التنين قلنا كواجوليز نيكاتيف بيعملوش كلوتينج للبلازما. الإبيديرميدس تذكروا إنها مايكروبيوتا نورمال فلورا على السكين والميوكس ميمبرين. وين المشكلة؟ الانتيروتوكسين أرجع؟ أوكي